يا مخلم الرأي يا فليفلي. كل شي بالحارة هادي وعلى 24. أكيد أعضوات الحارة مجتمعين عند أبو صالح زعيم الحارة. شو علي يا بي؟ خليهم ينطعوا الحيطان براسه. العافية أبو محمود. أهلين يا دعشري. بدي اشتري من عندك مشاية جديدة انت اكبر قدر. انت هاو اخر مرة اشتريت من عندي مشاية تكسر من 10 سنين. لك ايش الواحد كل يوم بيشتري مشاية؟ هات ناولنا واحدة جديدة. حاكم القديمة اهترت وما عادت اللبس بنوم. لا شو بدك المشاية الضاين العمر كله؟ المشاية عيارة يا سنة يا سنتين. مسيك جرب هاي. اي منيحة بس ما في أكبر بشوية. ولك بدي أفهم الله سبحانه وتعالى كيف خلقك الرجل بست أصابع ورجل بخمس أصابع؟ لا يا أبو محمود، على أساس أنت رجال مؤمن. لك الله خلقني هيك لحتى يميزني عن باقي عبيده، ولا عندك اعتراض عن مين؟ لا إذا هيك حكمته اللهم لا اعتراض. ومثل العادة تفتح لدويرة هون وترقعها بجلدي ناح الأصبع الزاي. بس هي حسابها براني. ها قول الله روح الله لا يشبعك مصاري. نعيمة سيدو. أمام له أبي. أمام له الله يرضى عليك. أمام له. أمرك يا أبي أمرك. يلا هيا رح أعطرك كمان أبو جودة. قوية الريحة لك يا فيصل. قوية نعيمة. عمي نعيمة. نعم عليك ترحم والدي لو والديك. يا سيدي تعرف. خلي عمي. شو خلي ما خلي؟ من طول عمرك تشتري داني تاخذ جوتك مسيك. يا سيدي معوضين. شو القصة عصام؟ لي اليوم ما فتحت تمك ولا حكيت لنا سيرة، شو القصة؟ ما حسيبك نحن بجودات ولو، بس انت من وقت ما عاد عند مني هون على الحلاقة وانت في تمك حكي وطابع يعني. والله كنت متمنى اسمع هذا الحكي منك انت. لا لا مني انا؟ شو قصدك؟ قصدي اني شامم ريحة سرقة صارت بالحارة. شو ها؟ سرقة شو هاي؟ سرقة شو لك عمي؟ سرقة؟ يعني حرامي سطع على واحد من حارتكم ولطش له مصاري؟ أعوذ بالله على الحكي يا أبو جودة. اثنين الحكي هذا لا يا أخي، هذا الحكي مو صحيح. مو صحيح يا أبو عصام. ولي موصلك الإخبارية هي غلطان وستين غلطان. السلام عليكم. أهلين بالعقيد. أهلين وسهلين. أهلين بالعقيد أبو شاف. نعيم أنا أبو جودة. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالدينا. إن شاء الله نعمت له صبري. لكان على كيفك. ما بيقصر أبو عصام. إيه سيدي؟ ولا انا مستاذن يكون عندكم شيء حديث كنت تحكوه، يعني ما في داعي نعطلكم. لا لا ما في شيء ابو جوده، تعود لنعزمك على شيء ما هي حلوه. مشكور عقيل جاياتك تنو رايحه. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. السلام. شو وصلتوا يا سيدي؟ وصلت له اخبار دريان بكل شيء صاير امبارح بالحاره. يا باطي وانت شو قلت له؟ شو بدي اقول له؟ تنهال اقوانه ان شاء الله. أنا لا علمي ولا خبري ولا كان ولا صار. على مين جاي يا روش؟ على همان يا فرعون. شمشمت الكركونات حافظين على الغيبة بشاب ولو. يلا يلا صهري يلا مشي، خلينا نلحق الصلاة ونروح على الاجتماع عند الزعيم. يلا يلا بي. شو خطير؟ مبارح ما شفناك، وين كنت؟ والله عندي طلبية مصبات قهوة وصواني، وقضيت كل الليل مع الشغيلة بالدكان، وما دريت بي اللي صار بالحارة إلا وأنا بالجامع. شوفوا يا رجال، القصة اللي صارت امبارح بالحارة خلت الحارة تقوم وما تعود، وما بنكر انه اهل الحارة كانوا خايفين ومرعوبين كتير، وخصوصا باللي زاد الطين بلي هو غياب ابو سمعو عن الحارة. دورتوا عليه منيح انتو زعيم؟ والله العقيد ابو شهاب دور عليه وسأل عنه حرمته الله يستر عليها. الحارس ابو سمعو مو باين له اثر، وأنا بدي منكم جميع تخبروا أهل الحارة كل واحد بيعرف شيء عن أبو سمعو بيجي ويخبرنا. بجوز الزلمة طلع يزور قرابين له برات الحارة. مستحيل زعيم، أبو سمعو ما له حدا برات الحارة، وطول عمره من بيته لمحرسه من محرسه لبيته. وأنا هيك عم أقول، بس لابد
في رابط بين سرقة أبو إبراهيم وبين غياب أبو سمعو. من بعد إذنك زعيم، أنا لي رأي بالموضوع. شو أبو بشير؟ سمعنا رأيك. أنا أفكر إنه هيك سرقة صارت بحارتنا، حارة الضبر يلي الشام كلها بتعرف مين زعيمة وعقيدة. مو بس أبو إبراهيم اللي تضرر من الحادثة، لا كلياتنا تضررنا ونهدد سمعتنا وكرامتنا كمان. عيب إنه حرامي من جوات الحارة يضحك علينا ويسرقنا ونحن ساكتين. حرامي من جوات الحارة؟ إلا كان من براتها؟ إيه نعم، من جوات الحارة. مين بتقصد يعني؟ هات لشو؟ شوفوا مين له سوابق سرقة بالماضي والتقط أكثر من مرة. شو قصدك أبو بشير؟ مين بده يكون يعني؟ إذا أبو جعور أعطاك عمره من سنتين. حلو، ومين كمان؟ هو الوحيد اللي بيعرف أهل الحارة واحد واحد، أو بيعرف بيوتنا وداخليتنا. يعني هالعمل العملي هاي بيعرف كيف يفوت ويسرق ويهرب من غير ما يترك أي أثر، وبيعرف كمان مداخل ومخارج الزعايق كلها. كل اللي حكيته يا أبو بشير مزبوط، بس كمان ما بيجوز نتهم حدا بدون أدلة. وعلى علمي وأنا يلي بعرفه إنه الإدعشر يتاب بعد ما كبر ولاده وصار يشتغل وعم يترسق. بس مو إيه من تاب صار صادق يا زعيم. الله وحده يلي بيعرف المنافق من التعب. ولا تنسوا إنه غياب أبو سمعو، وما بخفيكن خايف يكون هالزلمة صاير له شي لا سمح الله. هذا الزلمة برقبته كبب لحم. خلينا نتروى شوي، بركدا بيظهر أبو سمعو بنعرف منه الحقيقة. بس المهم هلأ نلاقي حارس جديد يحرس محل أبو سمعو لبين ما يجد جديد. ترك هالموضوع على الله وعلي زعيم، أنا عندي واحد يقوم بالمهمة. سلام. هدلك كاس الشاي خمير تكرك عجب. جيب لك صف المي للحمار خليه يشرب. ليش من ايمتى صارت القهوة بايكة؟ نشربه ونطعم فيها الحمير. لا يا مسلم، شو صار يعني إذا جبت له سطل المي؟ اعتبره مثل أخوه. شو عم تقول؟ يا حريشك يا مسلم، شبك؟ عم نمزح معك. شبك ما عاد تلقى مزح بنوب؟ شو في مسلم؟ شو في إدعشري؟ سمعتكم عم تتلاسموا انتو اثنين. قال بده ياني يجيب سطل المي ويشرب الحمار. شو هالحكي هاد؟ شو إدعشري؟ مزبوط الكلام اللي عم يحكيه مسلم؟ لا سيدنا مو مزبوط. أنا من شوي شربت الحمار، بعدين حماري أصيلة يعني ما بيقبل يشرب مي من إيدين واحد أجدى. روح مسلم جيب له طلبه لأبو معروف على حسابي. ماشي معلم. قبضاي مرني. إلي معك جوز كلام، بس ما تفهمني غلط الله يرضى عليك. أنا بخدانتك بحاتي. يعني منظر الحمار وهو مربوط على باب القهوة مو حلو، بيهرب الزباين. فإذا بتاخده وبتربطه بعيد بيكون أحسن، وإنت ما بتريد ضرري مو هيك؟ لك على نافوخي من فوق. إنت بتأمر بحاتي، وإذا بدك ياني ما بلفع القهوة بالمرة. لا يا إدعشري لا، أنا ما قصدت هيك، أنا قصدي بس الحمار. مع أنه حماري رح ياخد على خاطره، بس كرمال عيونك يا أبو حاتم رح أربط لك يا بآخر الحارة، وإذا بدها أربط لك يا أبو حارة تانية. سلام. معقول يكون الإدعشري هو اللي عامل العملة مثل ما قال أبو بشير؟ بس مباين عليه صاير آدمي ولسانه عم ينقط عسل مثل ما بيقولوا، وهالشي على غير عادته. نعيما عمي. الله يعافيك يا ريت. شو اخبار الشغل ابو خطير؟ الحمد لله، الله من عنده طابرنا بخير وطمر. ايه الحمد لله. دخلك اخبار ابني معتز، شلون عم يكروش؟ الله يسلم لك يا معتز، ابنك ولد فتح وحابب يتعلم الصنعه بسرعه. ايه سيدي الحمد لله.
بس امبارح كان عند منكم طلبيه مستعجله كم خطير، وتميتوا طوال الليل سهرانين انت والشغيله وانت على راسهم. ليش هيك طلعتوا براني لابني؟ لا يا ابو عصام لا، ابنك بعد جديد بالصنعه، ما بدنا اياه دي اخلاقه اذا انأثر بالشغل لفتره طويله. هذا مو الايد عشري اللي قاعد بالقهوه؟ بلا سيدي هذا هو. شو رايك باللي قاله ابو بشير؟ لك يا اب خاطر الله يرضى عليك، كلام ابو بشير فيه زبده، فيه زبده ما قلنا لا، بس كمان ترمي الناس هيك بالتهم دون ما يكون عندهم منها بحجه ولا دليل ولا اثبات. والله الله ما قالها، الله قال ان بعض ظني اسم. نحن مؤمنين لك اخي. الحمد لله، والله كلامك مدوزن يا ابو عصام. سلام عليكم. وين عمي عصام؟ ابي خلص بايدك عن اشيله دار العمك ابو خاطر. لا لا الله يرضى عليك. خشناني. لك يا عمي كابس علي النوم، بدي اروح اخذ لي غفوه شي ساعتين زمان للحق اروح على شغلي قبل العصر. يلا يا وي. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه ابو خاطر. بس لو تحكي لي شو صار لك فجاه؟ امبارح ما كان فيك شيء. يا مو فضفتي. يا مو انا شفيقه بنتك اللي مالك غير ومالي غيرك. يا مو مشان الله ردي علي. فوت اخي فوت. كيف صارت امي؟ مثل ما هي على حالها، ما دخلت امها لقمه او شربت ماء. لا حول ولا قوه الا بالله. ما اجى اخوك معروف؟ لا، بيكون بشغله. أخي الله يرضى عليك، فكر معي، أمي لح تروح من بين إيدينا ونحن ما عم نعمل شيء. وأبوك شو رأيه؟ أبوك؟ ليش من أيمت أبوك كان يهتم فينا؟ ما بتشوفه غير قاعد جنب القبر. معلش أختي معلش، بدنا نطول بالنا. أبوك وهذا طبعه، طول عمره خلقه براس مناخيره. المهم هلأ أمي، والله قلبي عم يتقطع عليها. طب انت شو علي اختي شو اعمل؟ حاسس حالي مربط، يعني انا بعمل المستحيل كرمال امك. شو رايك تروح لعند ابو عصام الحكيم؟ بيقولوا ايده فيه الشفاء والبركه، بركي بيعطيك دواء لامك، لانه مو معقول ما يكون لها دواء. والله معك حق يا اختي، بس المشكله ما معي مصاري، شو اعمل؟ الله وكيلك اليوم خمس ساعات واقف على رجلي، انه يجينا شي زبون. لا تتعبي، تسكري بوشي لك اختي. ولا يهمك تقبرني، أنا مخبي خمس قروش، كنت عم لمهم قرش فوق قرش، قوم لعطيك ياهن لتجيب دواء لأمك. شو هالحكي؟ من أنت أمك معها هالحالة؟ من الصبح، فقنا لقيناها هيك. يا لطيف، وهيك كزة على أسنانها وشادة أعصابها مخشمة. إيه وما عم تحكي مع حدا بنو. يا لطيف، يا لطيف. أبوك بيعرف القصة الحمي ولا ما بيعرف؟ بيعرف. ليك، الله يصلحه. لا بتارك حرمته ضعفاني ومخسكة بالبيت وقعد لي بالقهاوي. شو بدنا نعمل؟ هيك أبي من يوم يومه. هلأ المهم عمي، بدك تعطيني دواء؟ معلوم لك عمي، لك هلأ حعطيك الدواء. بس لك عمي والله أنا خايف يكون مع أمك داء النار رزانها. أعوذ بالله، شو هالمرض عمي؟ عمي هذا داء والعياذ بالله، والله لهلأ ما له دواء. بس أنا حعطيك عشبة بتغليها منيح وبتعطيها لأمك بعد ما تبرد شوي، كاسة كبيرة وعريقها وإن شاء الله حترتاح كتير. أبي الله يرضى عليك، اعطيني اطرمي شكو الجبل وزهرة الوادي، شاو عند منك عنيك على الشمال واطرمي زهرة اليانسون. حاضر حاضر. قد بدك حق الدواء عمي؟ استحيلك عمي استحيل، الله يرضى عليك، انا بعرف كبير وغطاء. وصلوا هلا، روح روح، انا ما بدي منك غير الدعاء. ادعي لي لامك الله يشفيها وقول امين. امين يا رب. ولام مين قال لك تجيب دواء من عند ابو عصام لامك؟ امين يا ابي، كانت حالتها بالويل وبتقطع القلب، بس هلا الحمد لله من بعد ما اعطتها شفيقة الدواء نامت وارتاحت. العشاء يا ابي. تعال كل تعال، حسابك بعدين. قلي لشوف قديش طلعت اليوم؟ ولا نقلي. ولك انا الف مره قلت لك القرنه اللي ما بتلاقي فيها شغل بتغيرها. الله وكيلك يا ابي، ما تركت قرنه تعتب علي من باب الجابيه للشغور لمدحت باشا، ما حدا بده على التالي، شو اعمل؟ تاني مرة ما بترجع على البيت إذا ما كنت مشتغل. أنا ماني فتحت كيه هون. الشاي يا أبي. ليش فيها؟ نعم يا أبي. أمك حكت شي اليوم؟ ما حكت شي منو، ما فتحت تمي على قامتي عليها. يا أبي أمي شو صاير لها؟ والله مبارح ما كان فيها شي.
لا امك ما بها شيء ما بها شيء، يومين ثلاثة ان شاء الله وبالطيب، اخذ شوية برد بس. الله يسمع منك يا رب، الله يسمع منك. السلام عليكم يا بي. ايدك يا بي. كيف كان شغلك اليوم؟ والله يا بي يعني الشغل يوم هيك ويوم هيك. ولك الله يعدمني اياكم انتو اثنين، لك الحمار اللي جوا افهم منكم انت وياه.